بعد عقدين من الاعتماد بالكامل على المنتجات المستوردة، شهدت محافظة السليمانية افتتاح أول مصنع لإنتاج بطاريات السيارات بمختلف أنواعها وبطاقة إنتاجية تتجاوز 1,000,000 بطارية سنوياً، بما يعادل 12% من حاجة السوق المحلية. معمل مايا للبطاريات هو مصنع رائد من المصانع العراقية، ينتج 1,200,000 بطارية سنوياً وقابل ومؤسس للتوسعة إلى 3.5 مليون بطارية في القريب العاجل. يعتمد المصنع في إنتاجه على إعادة تدوير البطاريات التالفة، وذلك بعد جمعها من الأسواق المحلية ومعالجتها باستخدام أحدث التقنيات العالمية، ما يجعله أول مصنع صديق للبيئة في العراق لإسهامه في الحد من ظاهرة الإتلاف العشوائي لآلاف البطاريات المستهلكة. هذا المعمل يعتمد على إعادة التدوير وهو أمر مهم، لأنه يحافظ على البيئة، حيث أن المعمل يجمع البطاريات القديمة والتالفة ويقوم بإعادة تدويرها من جديد. محافظ السليمانية شدد بدوره على دعم المنتجات المحلية، متعهدا بتقديم الدعم والتسهيلات للمعامل والمصانع لما لذلك من أثر إيجابي على اقتصاد البلاد. سعيدين بتصدير كميات من بطارية بكواليتي عالي لبلدان أخرى، تأثير كبير على النمو الاقتصادي للمعامل أكملة. ويواجه القطاع الصناعي في البلد تحديات جمة أسهمت في تعطل ما يزيد عن 100 مصنع ومعمل منذ عام 2003، وفقا لوزير الصناعة خالد بتال الذي أشار في تصريحات صحفية إلى جهود الحكومة لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتنويع مصادر الدخل وتعظيم الإيرادات غير النفطية. مسؤولون حكوميون أكدوا أن إعادة تأهيل المصانع والمعامل المتوقفة يعد من أولويات الفريق الحكومي، خصوصا في ظل المساعة الجادة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية خلال الأشهر المقبلة. حيدر الجابر، الحرة.